نادي على شاهد النفي. محمود عواد عصام عواد الشهير بزارة. أفندم. أفندم جنابك. قول والله العظيم أقول الحق. والله العظيم أقول الحق. بس قبل ما انطق بشهادتي انا طالب حمايه الحكومه جنابك، لاني لو قلت الحق هيقتلوني برا المحكمه. قول يا ابني وما تخافش. هتلر بيه ورجالته جايبني هنا مغصوب عشان اقول ان انا اللي قتلت مريم مش مسعد ابنه. انت بتقول ايه؟ ده كذاب يا سعد. كلام ايه ده؟ انت بتقول ايه؟ انت سكوت. اللي هيتكلم هحبسه. اتكلم يا ابني. جايبني تحت التهديد جنابك وعرضوا عليا نص مليون جنيه. وايه اللي خلاك ترفض؟ حد الله بيني وبين الحرام جنابك. ده انا ضميري ما نامش ولا ارتاح من يوم الجريمه. وانت عندك ضمير من يحس فلوق. سكوت. قول يا ابني حقيقه ايه اللي تعرفه؟ يوم الجريمه كنت قاعد انا ومسعد في العشه اللي بنسهروا فيها، وجيه وقال لي انا رايح مشوار نص ساعه وراجع. خد طبنجته وركب عربيته ومشي. ما حصلش! ما حصلش يا باشا! تلاقيت بالله العظيم ما حصل! والله العظيم ما حصل! اخرس خالص! فعلا جنابك ما كدبش خبر. بعد نص ساعة رجع وقال لي اغسل العربية كويس. ولما رحت اغسلها لقيت الكرسي اللي جنبه غرقان بالدم. يبقى هو اللي قتلها! وحق ربنا خدها! هو اللي قتلها يا سعد الجار! قتلها! هو اللي قتلها! وحق ربنا خدها! كتاب يا عالم. شتمني وقال لي لو فتحت خشمك هتحصلها. وفعلا جنابك تاني يوم عرفت ان مريم اتقتلت، ففهمت ان هو اللي قتلها جنابك. كتاب. ما حصلش. تلاتة بالله العظيم ما حصل. والله العظيم ما حصل. ما قتلتهاش يا باشا. ما قتلتهاش. يعني انت بتتهم مسعد انه قتلها؟ لا جنابك انا مش بتهمه، لان مسعد فعلا هو اللي قتلها. والله العظيم. أنا طالب حماية المحكمة جناب. اسكتوا خالص. الحكم بعد المداولة. محكمة. بعد النظر في أوراق الدعوة وبعد تأكيد شهادة محمود عواد عصام عواد الشهير بزلطة شاهد النفي المطلوب سماع شهادته من قبل وكيل المتهم وقد أدلى بشهادته التي أثبتت الجريمة على المتهم، لذلك حكمت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء على المتهم مسعد هتلر حيدر الطحاوي بإحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية. صلي على النبي.